يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا المقطع العظيم فعلا من سورة البقرة يجيب عن كل الأسئلة التي ذكرت في هذا الذي نحن فيه. والله سبحانه وتعالى كان ولم يزل حليما بالعباد ولو كانوا ظالمين، وخل عباد ظلموا وكفروا له سبحانه وتعالى عليهم حلم، والحلم هو عدم السرعة في رد الفعل، يعطيك وقت. هذا حلم لما تجي الواحد وتآديه وعنده القدرة باش يقضي عليك، ولكن عارفك راك ما فاهمش أو مازال ما عارفش القدرة دياله، فيكون حليما يعني أنه يعاملك مزيان ويحاول يفهمك ويعطيك الخاطر ويعطيك الوقت وكذا وكذا. هذا حلم، ولله المثل الأعلى. الحلم الكامل إنما يتجلى في اسمه سبحانه وتعالى الحليم. ومن حلمه أن خاطب بني إسرائيل اليهود بهذا الاسم، وهو اسم تشريف. يا بني إسرائيل اسم تشريف، لأن إسرائيل إنما هو نبي الله يعقوب، هذا ماشي اسم ديال الذم، إنما الثقافة اللي كتوقع في المجتمع بسبب النفسيات المتشنجة كتخلي الإنسان واحد العدد ديال الأسماء كيقنط منها ما كيبغيش يسميها. وإلا في المسلمون من التابعين وأتباعهم كانوا كيسمي ولدهم إسرائيل. تمشي لطبقات المحدثين في التهذيب أو في تهذيب التهذيب أو في الكمال من الناس اللي رواوا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا في الأسانيد، منهم من كان اسمه إسرائيل مسلم. فهذا اسم من أسماء الأنبياء، كما تسمي ولدك إلياس أو يونس أو إبراهيم أو إسماعيل يجوز لك أن تسميه إسرائيل. غير هذه السمية ولات مرفوضة عند الناس من نهار تكون هذه المصيبة ديال الدولة العبرية، لا أقل ولا أكثر، هي اللي خسرت لنا النفسية ديالنا، وما بقوش المسلمين قادرين يسميوا هذا الاسم، لا أقل ولا أكثر. وليكون كان سموا الدولة ديالهم إبراهيم يوقع لنا نفس المشكل، يوقع لنا حرج مع إبراهيم. هذه راه مسائل نفسية داخل في علم النفس الاجتماعي. من الأشياء اللطيفة في هذا المجال حتى واحد ما يقدر يسمي ولده لوط، حتى واحد، مع أنه نبي من أنبياء الله، نبي من أنبياء الله، ولكن لما صاحب هذه التسمية من دلالات لما كان عليه قومه من الفحشاء والمنكر، ولو الناس كيخافوا من التسمية لا أقل ولا أكثر. فهذه ما عندهاش علاقة بالنصوص الشرعية، عندها علاقة بالنفسية الاجتماعية ديال الناس. ولذلك خصنا نفهموا بأن كلمة إسرائيل في القرآن حينما تذكر مناداة لبني إسرائيل على أنها تذكير بأبيهم الصالح النبي، يقول لهم يا بني إسرائيل يا اللي بكم هذاك الرجل النبي الصالح، تقوا الله، راكم أولاد الدار الكبيرة، بهذا المعنى اللي نتكلموا احنا بالعامية تماما. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ولذلك تفهم في هذا السياق اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم من قبل، يعني أنعم الله عليهم بأن جعل منهم الأنبياء. كل ما فسد المجتمع الإسرائيلي القديم، كل ما فسد، ماشي كي ربي كيجيب لهم العلماء يصلحوا كما دار هذه الأمة، كيجيب لهم الأنبياء في خطرة ويصيفط لهم نبي جوج ثلاثة، يقدر يصيفط ثلاثة ديال الرسول في خطرة لمدينة واحدة. إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، ثلاثة في خطرة واحدة. وتواتر وجود الأنبياء والمرسلين في بني إسرائيل ومن جنسهم غيرهما بنتهم، ما كيجيهمش رسول من قبيلة أخرى غير ولد عمهم بنتهم. وهذا من أسباب الكبر اللي تصابوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام، من الأسباب الرئيسية أنهم ما صدقوا بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم ما طلعش من القبيلة ديال بني إسرائيل.
لأنهم كانوا يتوقعوا بأن النبي الذي سيرسل، وكانوا عارفينها، عارفين يهود الزمان الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا يعلمون من كتبهم كما كانت النصارى تعلم من كتبها أن هذا الزمان زمان يبعث فيه نبي، ولكن كان عندهم 100% غيكون منهم، لكن لأنهم بدلوا وغيروا وفسقوا وفجروا عاقبهم الله بحرمانهم من النبوة وقلعا منهم وعطاها العرب ومرضوش ومعجبهم في الحال فكفروا بهذا النبي. ولذلك من الأسرار العجيبة جدا في هذا المقام أن اليهود الذين أسلموا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم أسلم ككعب الأحبار، كان من كبار الصحابة ومن القراء ديال القرآن الكريم، كان عالم من علماء اليهود، حبر ربي بدأ يحقق في التوراة، تلقى هذا النبي راه نيت هو النبي، وهذا اليهود راه فعلا ما بغيش يسلموا لا أقل ولا أكثر، خوا بهم ومش أسلم وقبض الطريق لعند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هو وبعض اليهود الآخرين. فكان أبناء عمومته من الأحبار ولد عمه، ولد عمه من اليهود، كيقول له شوف فلان عندك تبدل دينك الإسلام، الإسلام كيقول له تبت راه هذاك هو الحق، احنا غير كنخرفوا. فنزل قوله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شي هذا جنون، هذا جنون بسبب البغضاء، حقد، الحقد يعمي، الحقد والعياذ بالله والبغضاء سم قاتل، إذا سكن قلب عبد كان وقود نار للشيطان، هذه كي النار اللي يخدم بها إبليس ليدمر البلاد والعباد بذلك الذي سكنت البغضاء قلبه وسكن الحسد وجدانه والعياذ بالله. فخاطب الله بني إسرائيل بهذا النداء الذي هو نداء التحبيب ونداء التقريب من حلمه، من حلمه تعالى، وقد بدلوا وغيروا وحرفوا وقتلوا الأنبياء بغير حق وكذبوا على الله وقالوا عزير بن الله سبحانه وتعالى ما يصف، ما خلوش مصيبة في الدنيا اللي كينا إلا ودروها، وكان منهم الكهنة والصحراء وحاربوا الله عز وجل مصائب كلها، ومع ذلك لا يزال الله جل وعلا يخاطبهم بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه النعمة رأس النعمة نعمة الإرسال، إرسال الأنبياء والرسل وإرسال الهداية والحقيقة تترى، يعني متابعة، متابعة في بني إسرائيل، لا يكاد يخلو جيل من أجيالهم إلا وفيهم نبي أو رسول أو عدد من الأنبياء والرسل، حتى فعلا حتى وصل الظلام بقلوبهم وأفئدتهم أن أغضب الله عليهم وغضب عليهم فحرمهم من النبوة ظهرا من الزمان، هم محرومين من النبوة حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جدد لهم الحق الخطاب بهذه الآيات أو الكلمات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ثم من النعم أيضا النعم بعد نعمة الإرسال والهداية نعم أخرى، نعم مادية، نعم من الخيرات والبركات، أنزل عليهم المن والسلوى وقال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وفجر لهم الأرض ينابيع، قلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا اشربوا من رزق الله ولا تعتوا في الأرض مفسدين. شيء عجيب جدا، يعني المعجزات التي كانت تقع غرائب، كان كيسميها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كتوقع لهم غرائب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم لأن كانت تقع فيهم غرائب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقع فيهم غرائب، وخا تجيك داك الشيء عجب راه يمكن يكون حق لكن ما تصدقوش ولكن ما تكذبوش، لأنك إن صدقت قال فأخشى إن صدقتوهم أن تصدقوا بباطل، لأنه يعني كذبوا زادوا فيه، فكتخاف تكون صدقت بداك الشيء ويكون داك الشيء من داك الكذب اللي زادوه، وأخشى إن كذبتموهم أن تكذبوا بحق، يمكن تعود تقول لهم هذا الشيء ما كاينش وصدق داك الشيء حق، لأن كانت فيهم العجب وكانت فيهم الغرائب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. سأقف اليوم بحول الله عند هذا الحد، ما كاينش خطاب في القرآن اللي خاطب به الله جل وعلا الأمم السابقة ولا علاقة له بهذه الأمة اللاحقة. لا ينبغي أن يتوهمنا أحد أن الآيات التي نزلت في بني إسرائيل لا علاقة لها بنا مطلقا أبدا، لأن من المخاطب بالقرآن؟ المسلمون. حقيقة الآيات راه كتنادي بني إسرائيل، ولكن مع من كتهضر؟
كتهضر معنا احنا، الآية تتكلم معنا نحن معشر المسلمين. فالاستثمار ينبغي أن يكون منا، اللي غادي يستفد هو احنا من الآية. فما فائدتنا إذن من الآية وهي كتكلم على بني إسرائيل؟ فائدة عظيمة. معنى ذلك أن لله سننا في النفس وفي المجتمع. السنن هي القوانين الاجتماعية، كيسمي القرآن سنن، سنة الله، سنن قانون رباني في المجتمع وفي النفس. أي أن ما وقع لليهود والنصارى قبل ممكن يوقع في هذه الأمة، بل غادي يوقع في هذه الأمة، وقد وقع، وقع بالضبط ما وقع لليهود والنصارى. فإذا وقع لكم فعلاجكم هو هذا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الأمة اليوم لا تذكر النعمة التي أنعم الله عليها بإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. الأمة اليوم لا تذكر نعمة القرآن، هذا الكتاب العظيم، كلام رب العالمين. الأمة الوحيدة في الكون الآن اللي يمكن لها تثبت وثيقة تاريخيا تقول هذه جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام من رب العالمين. لا يوجد كتاب في الأرض الآن إطلاقا يمكن من الناحية العلمية حتى بقواعد البحث عند اليهود والنصارى إثبات أنه فعلا من كلامي، أو أنه ورد عن موسى، أو ورد عن عيسى، أو عن داود. ما عندهمش هذه الوثيقة هذه إطلاقا، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، يعني لا في التوراة ولا في الإنجيل. وإنما عندهم، اللي عندهم هو أقوال صحابة رسولهم، يعني الصحابة ديولهم، وفيها من الكذب والوضع أكثر مما فيها من الحق. الأمم الأخرى تعيش في ظلام، بل في ظلمات، واللي بغوا الدين المسيحي الحق قلبوا حتى عيوا ولم يجدوا شيئا. يعني الناس اللي داروا البحث العلمي وكيقلبوا ياك على الله يلقاو شي آية صحيحة جات من عند رب العالمين هي الإنجيل أو جزء من الإنجيل، لا وجود لها الآن. لأن الإنجيل أو الأناجيل، باش تعرف بلي راه ما بقى والو، أناجيل مدون بلغات العالم اليوم. أما لغته الأصلية، النسخة المدونة باللغة الأصلية التي نزل بها، مفقودة. الإنجليزية والفرنسوية والطليانية، هذا الشيء عمره ما كان في التاريخ، هذه لغات حادثة عاد تولدت. فأين الإنجيل بلغته الأولى؟ مفقود، كيش نهائيا، لا وجود له. أين التوراة الحقيقية التي نزلت على موسى؟ مفقودة. ومن الأدلة على ذلك أن التوراة لم تكن ذات حجم كبير، ده بدر هكذا هكذاش زيادات وأكاذيب. وثبت في الحديث الصحيح أن التوراة لم تكن تتجاوز عدد السبع الطوال من القرآن الكريم، يعني قدها قد الصور السبعة الكبار اللي في البداية ديال المصحف، كالبقرة وآل عمران والمائدة والنساء إلى عدد سبع، هذاك هو حد التوراة. إذن وهذه المجلدات كله كذوب زادوه. فأين التوراة من هذا الركام؟ لا ندري. أنت وحدك أيها المسلم يمكنك أن تثبت أن هذا القرآن ليس آية آية، بل حرفا حرفا تكلم به الله. شيء عجيب جدا، هذا كنز خطير حقيقة. قولك الحمد لله رب العالمين جملة تكلم بها الله جل وعلا، ما كيناش في الأرض بحلا، عندك أنت بوحدك. ولذلك الأمة الإسلامية محسودة منذ زمان محمد إلى اليوم عليه الصلاة والسلام، محاربة منذ زمان محمد عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. وأول شيء حرب فيها القرآن، ولتحرب فيها لأنه الأصل اللي تبني عليه كل شيء، لأنه مكمن القوة. القوة دي الأمة كينا في القرآن وفي القرآن فقط، مكمن القوة، مكمن القوة دي الأمة في القرآن. جمع اللغات وجمع الأجناس، كان واحد القانون دي اللغة معروف في اللسانية المعاصرة، في علم اللغة المعاصر، أنه إذا دخلت واحد اللغة في لغة يعني داروك صيدة، بمعنى أنه وقع تداخل حضاري بين جوج ديال الدول إما بفتح أو بغزو، فاللغة اللي كيتكلموا بها الأكثرية كتقضي على اللغة اللي كيتكلموا بها الأقلية. ولذلك الإنجليزية مسحت اللغات ديال أمريكا، قضت عليها، خلتها لغات هامشية ميتة. وهذا شيء عجيب لم يقع، يعني هذا المنطق ولا هذا القانون وقع في جميع اللغات العالمية وجميع حوادث التاريخ إلا في تاريخ الإسلام. كانت هذه القاعدة كتصل حتى للعالم الإسلامي وكتكسر، كسرت عند فتح القادسية، فتح إيران قديما. عدد المسلمين اللي جوا من العجم، من الفرس، وبعد ذلك من الترك ومن الأفارقة، أضعاف أضعاف مضاعفة عدد العرب. كان المفروض حسب هذا القانون تموت اللغة العربية،
تموت وتولي اللغة الفارسية ولا اللغة التركية ولا تولد لغة ثالثة، ما هي عربية ما هي فارسية ما هي التركية. مع ذلك لم يقع شيء، وإنما الذي وقع أن اللغة العربية انحطت من مستوى الفصحى إلى مستوى العامية، وهذه غادي نرجع عليها. وليس يعني ذلك أنها تحولت إلى لغة أخرى كما يريد علماء اللسانيات اليهود اليوم أن يوهمونا، يقولوا لنا ودي الدارجات راه لغات. كذبوا حتى في مفهوم اللغة عندهم، كذوب. هذا الشيء ماشي صحيح بالمقاييس اللسانية المعاصرة. ما الذي وقع بالضبط؟ شيء عجيب، هو أن هؤلاء العجم اللي سلموه هما اللي حيوا العربية، وبفضلهم بعد الله عز وجل قامت العربية أصلا مستمرا في التاريخ إلى اليوم. الذين اهتموا بالنحو العجم، سيبوي عالم نحوي فارسي من الفرس ماشي من العرب، الذي اهتم بجمع المعاجم أغلبهم فرس كالفيروزابادي فارسي. كثير من اللغويين ومن العلماء الذين جمعوا الدين وصنفوا فيه لغة ونصا عجم. وتلاحظ سبحان الله العظيم المحدثين أغلبهم 99% من الشعر، الإمام البخاري من بخارى، الإمام الترمذي من ترمذ، الإمام مسلم نيسابوري من نيسابور، الإمام النووي من نو، كلهم تقريبا، النسائي كلهم تقريبا عجم مش عرب، وحافظوا العربية بحفظ النص الديني. لما نضوا يحفظوا الحديث، حفظوا الحديث كنص عربي، وأفتوا هم لا غيرهم فقط هم بتحريم قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية. شيء عجيب جدا. السر القرآن هو السر في المسألة. هذا القرآن معجز بذاته، هو معجزة. إذا دخل قلب بشر حوله، يحدث فيه انقلاب، ما كيبقى يحس لا بالانتماء العرقي ولا الانتماء اللغوي ولا الانتماء الجنسي، يحس بانتماء واحد، انتماء إلى أمة الإسلام. يدوب في الدين ويدوب في المجتمع الإسلامي ويصبح عضوا فاعلا منتجا مفيدا، مش ضارا، مفيدا للمجتمع الإسلامي، لأن هذا المجتمع عنده شيء اسمه القرآن، كلام الله جل وعلا. لو قدر الله ولا قدر الله أن المسلمين فقدوا القرآن، إذن يفقدون كل شيء، تبقى حتى حاجة، كل شيء انتهي. وامتد القرآن العظيم إلى بلاد الأمازيغ، مغرب، جزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا، والأمازيغ هم أحيوا اللغة العربية هنا، خاصة المناطق السوسية التي أعرف منها الكثير. العلماء هناك عبر التاريخ نظموا في الشعر العربي القديم قصائد رفيعة جدا، كان منهم الأدباء وكان منهم النحاة وكان منهم علماء اللغة وعلماء القرآن والمحدثون والفقهاء. شيء عجيب، كما يحكي ذلك المختار السوسي رحمه الله في المعسول وفي غيره. شيء عجيب جدا. هذا القرآن سر الأسرار، سر الأسرار هذا القرآن. ولذلك فعلا يحق لنا أن نخاطب أنفسنا بقول الله جل وعلا: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نحن الذين يجب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل فعلا نذكر نعمة الله علينا بالقرآن؟ الأمم الأخرى أوتيت من القوة ما أوتيت، كل أشكال الدمار عندهم، عند الأمريكان، عند الأوروبيين، ودوزوا على المسلمين المصايب، ومع ذلك ما قدروش يقضوا على الأمة الإسلامية. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن هذه المحن التي وقعت في أيام الاستعمار وما بعد الاستعمار، يعني المراحل ديال التدمير الثقافي والإبادة الفكرية، وقعت لشي دولة من غير العالم الإسلامي، لكان في خبر، كان في الضه هذاك المجتمع، وداب لغة ودينا وعرقا. ولكن الخدمة اللي داروا جو البلاد المسلمين، غلطوا. ولذلك نحكم بالفشل ابتداء على كل محاولة تدمير العالم الإسلامي، لا في فلسطين ولا في غيرها، لسبب بسيط، أنها هنا يوجد القرآن. والحرب أنا إذن تكون على الله، تها فيك الساعة ربع يديك وشوف تفرج في النتيجة. ماشي معنى أنه ما خصكش تقاوم وكذا، لا ماشي هذا المعنى، ولكن معناها اليقين. وإن جندنا لهم الغالبون، وجند الله إنما هم أهل القرآن، ماشي زعما اللي يحفظوه فقط، لا، المقصود الذين يحملون أمانة القرآن ورسالة القرآن، هؤلاء جندهم جل وعلا، وهم أهل الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأوفوا بعهدي، أو وأوفوا بعهدي حسب القراءتين، عهد، أوفي بعهدكم، عهد الله جل وعلا إلينا وعهدنا إلى الله، فيه إيجاب قبول، عقد، كونترا، عقد. الله عاهد إلينا ونحن عاهدنا إليه، عاهد إلينا ألا نعبد الشيطان، ألم أعهد إليكم
يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عهد، عهد الله جل وعلا إلينا وعهدنا نحن إلى الله هو هذا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عهد الله جل وعلا صراط مستقيم يقود إلى الجنة، هذا صراط مستقيم، طريق مستقيم قائم على الحق، يبدأ بعبادة الله والتنكر لإبليس ومحاربته. أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إعلان العداوة على إبليس، لأنه يقابلها إخلاص العبادة لله وأن اعبدوني. إذا وقعت هذا فهذا الذي وقعته صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، وأقرب الطرق الموصلة إلى المكان الخط المستقيم، ولذلك الطريق ديال الطيارة دائما خط مستقيم. الصراط المستقيم هو أقرب طريق موصل إلى الجنة، إذا حفظت هذا فالله عز وجل يحفظه لك، تحفظه أنت بحفظ مقتضى ما عهدت به وتعهدت به، تعهدت بأن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقت فيما تعهدت به لله صدقك الله جل وعلا فيما تعهد به لك، وهو أن يوصلك إلى نتيجة الصراط المستقيم وهو الجنة. ولذلك قلت هذا السؤال، هذه الحقيقة أو هذا الأمر نوجهه أولا إلى أنفسنا، سنة وقعت في التاريخ، تاريخ الأمم التي كانت قبلنا من بني إسرائيل، ونحن أحوج اليوم ما نكون إلى هذا المعنى. ولذلك خاطبنا الله به صراحة وقد ذكر لنا هذه القصة، قصة بني إسرائيل، في سياق آخر، وهو قوله سبحانه وتعالى الميان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. المشكلة طول الأمد وفارق العهد بيننا وبين القرآن، طال العهد بيننا وبين الكتاب كما طال العهد بين بني إسرائيل وبين كتابهم، فأدى ذلك إلى قسوة قلوبهم فحرفوا وبدلوا. والله جل وعلا يستبطئ قلوب المؤمنين، يستبطئ قلوب المؤمنين. المياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، واش مازال مازال عليكم الحال ما تجيوش لعند رب العالمين، ما تتوبوش لرب العالمين. المياني للذين آمنوا، فيخاطب هذه الأمة ويخاطب الصحابة ومن بعدهم من المسلمين من التابعين لهم إلى يوم القيامة، أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين، ما يوقع الناس المشكل اللي وقع لبني إسرائيل. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. والرهبة هي الخطاب الذي خاطب الله بني إسرائيل، هي الخطاب الذي خاطب الله به بني إسرائيل، وهو الخطاب المتوجه إلينا اليوم، الرهبة، لأنه لا يرهب الله إلا الذي يعرف الله، وهم يعرفون الله ويعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم ويتلونه، لكن ليس حق تلاوته يحرفونه، استيقنوا الحق وجحدوه، فهم يعرفون الله جل وعلا لكن لم يقدروه حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لأن خطاب الرهبة في الأصل اللي يرهب رب العالمين شكون هو؟ هو الإنسان الصالح، الإنسان الصالح هو الذي يرهب رب العالمين، وهو قوله سبحانه وتعالى في الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني ما معنى الرهبة؟ كين التقوى وكين الرهبة. فأما التقوى فأنت تتقي أي تحذر، رد البال، رد البال يمشي وقع لك المشكل رغم أنك قد لا تكون قد رأيت المشكلة قبل. فالإنسان يتقي الله ويتقي النار، ولا أحد رأى النار، واتقوا النار، اتقي النار، أنت ما رأيت النار فتتقيها لأنك تخاف من أن تقع فيها، والتقوى هو احتياط يكون قبل فوت الأمر وقبل وقوع الإثم، هذا تقوى لكي يرد البال قبل ما يوقع في الإثم، هذا تقوى.
أما الرهبة فأعظم من ذلك، إنما تقع بقلب العبد الذي رأى، لأنه من ناحية اللغوية في الأصل في منطق اللغة، يعني فاش كيكون التعبير بليغ كيقولك اتق الأسد، خارج راني مسافر وغادي ندوز على واحد الغابة واحد الأدغال، في البداية يقال لك اتق الأسد، يعني رد البال راه ديك الطريق فيها السبع عنده يخرج لك، انت مازال ما شفت والو، فتخاطب بالتقوى. لكن ملي تمشي ويخرج قدامك السبع، ها هو ما بقى التقوى، بقى الرهب يشدك الفزعة في قلبك، لأنك رأيت بعينك ما يفزع. فبنو إسرائيل عرفوا أيام الله، دازت عليهم، ووقعت قصة البقرة فيهم، ووقع رفع الطور على رؤوسهم، ووقع لهم غرائب ويحكون ذلك في كتبهم ويروونه صغيرا عن كبير، مما اختلط عندهم فيه الحق بالباطل. عرفوا أيام الله وعرفوا سنته، ولذلك قال لهم انتم عارفين عارفين، لذلك قال وإياي فارهبون. هذا الخطاب الأول، شيء عجيب جدا. أوليس المسلم هو أولى بهذا؟ وهو الذي يعرف الله حقا وصدقا، ويعرف قصة النبوة ثابتة في الكتاب والسنة. المؤمن أولى بهذا الخطاب، وخاصة في مثل زماننا هذا، لأن الإنسان يعيش على شفا جرف نهار، عايش في الخطر فعلا، لأنه يعلن الحرب على الله جل وعلا، لأنه يلابس المنكر، لأنه يترك الصلوات. وقبل قليل كان الأذان والناس يمرون في الشارع كأنهم لا يسمعون، وهم لا يسمعون قطعا. واحد حالة نفسية عجيبة كتوقع في قضية السمع، يعني اللي تأمل بعض الأحيان كي يعيط لك شي واحد وما كتسمعوش رغم أنه وحدك، فراه ماشي لودن اللي كتسمع حقيقة، ماشي لودن، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، الوجدان ديالك فين حاضر. فهذا الذي يمر في الشارع صباح مساء والأذان يتكرر على أذنه من الفجر إلى العشاء ولا يسمعه، مسدود 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 بالذنوب بالآثام. الأمة في غالب الأمر مع الأسف هذا وضعها، تحتاج إذن إلى إيقاظ، إلى يقظة، تحتاج إلى أن تسمع الأذان جيدا، رد البال لكلمة الأذان ماذا يقول، كلمة كلمة. وكذلك هذا القرآن، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. لو أبصر المؤمن حقا القرآن إبصارا وأبصر حقائقه لسكنت الرهبة قلبه، ولما استطاع أن ينام على جنب بعد سماع الأذان، ولما استطاع أن يقبل على خطيئة وهذا النداء يسكن قلبه، ولما استطاع أن يتخلف عن واجب من واجبات الدين والإسلام وهذا القرآن يوقظ وجدانه. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.